أنا والدي الشهيد حسين الله يرحمه في يوم 25/10 قبل استشهادة بيوم، أنا كنت نايم ومتوقع هو بالشغل لأن أنا عيفة بالشغل وأجي للبيت. اتصلت بي ما جاوبني، قلت لها الوالدة، قلت لها اتصل بي، قالت حسين بالتظاهرة. قام يلوج قلبي يوم 26/10. طلعت لي برا أفتار أرجع، اللي جت يعني قلبه لاج علي أنا والده، وتدري هو مربي أنا يعني سوى أنا وياه. قعدت أخته من النوم فاتت علي للصالة، أنا قاعد بالصالة ورا المغربية دنا أكل رقي، أنا أطلع يحب هو ذن الفواكه ما يتعشى بالليل، أخلي له رقي، أخلي له فاكهة، أخلي له شيء بالثلاجة من يجي أكله ما يتعشى بالليل. فطلعت أخته نائمة من برا، أخته اللي أصغر من عدة اللي هي مخطوبة وهم تفلشت خطوبتها ونشانها رديناه بسبب استشهاده وهو عمات كل شيء تفلش. قالت لي بابا يمكن حسين ما يرجع. قلت لها ليش؟ قالت بابا حلمت بحلم حسين شهيد ميت. قالت لي هنا أنا فارت روح يعني كلش فارت روح. قمت ألوج، بديت أتصل بي ما يجاوب، أتصل بي ما يجاوب، أتصل بي ما يجاوب. قلقنا يعني ارتبكنا، احنا كل احنا بالبيت ارتبكنا. وظلت بنتي تردد علي الكلام، قالت لي مو قلت لك لا تخليه يروح. المهم ورا فترة من الزمن يعني واحنا قاعدين وقلقين اتصلت بها اختي رضيعتي اللي ابنها هو عمو وياه بالتظاهرة، اتصل بها قال هذا خالي الصوب، ما قالها استشهد. وين الصوب؟ قال لها الصواب برجله وإصابة خفيفة. وأنا هرعت يعني من خابرتني هرعت، قمت قلت الحمد لله وشكر إذا أصابة برجله إن شاء الله برجله وما بي شيء فأنا ذبيحة لأم البنين أسوي إذا ما بي شيء، وركضنا للمستشفى. شغلنا سيارة خالة، إجا خالة شغلنا سيارة خالة ورحنا المستشفى. رحنا باب المستشفى أدور عليه أدور عليه أدور عليه أدور عليه بين الجرحى، أركض من هنا بين الجرحى، تدري اكو جهة تركض ورا ذول المتظاهرين، اطلاق نارية صارت على المستشفى، العالم كلها مرتبكة، الاوضاع مو زينة تقريبا يعني المنطقة هي منطقة الاسكان خصوصا وهي هاي المستشفى الجمهوري، يعني صارت في وضع مربك كلش مربك، يعني حتى كو مرضى طلعوا خلوا شغلوا سياراتهم وطلعوا. انا حسيت بالمستشفى لأن يخابروني جماعة من جماعته قالوا عمو روح للبيت، ترى حسين راح للبيت. طبعا بعد فترة انغلق التليفون، قلت له عاد ليش انغلق التليفون؟ زين ليش ما يجاوبني حسين؟ أول دقة يجاوبني ليش ما يجاوبني؟ قال عمو احنا ندري تليفونه ما بي شحن وراح للبيت، راح مشي لأن ما عنده كروة يشيل بجيبه، ما شارب جيبه كروة، راح مشي للبيت. أرد أروح واحد من أصدقائي يدربي مستشهد وهو اللي شايله، شفت بي لكع دم أنا وهذا الولد، قال لي عمو وين تروح؟ ليش ما تدور عليه زين؟ قلت له بابا بس فهمني عمو ميت، قل لي رايح قلبي حاكيني هذا ميت ريحني، ليش تخلوني رايح راد للبيت وهذا حاكوني؟ الظاهر هم يخافون على مشاعري، يخافون خافوا قاعد يصير بي شيء لأن يدرون علاقتي بحسين. يدرون علاقتي بحسين يعني كلش بالشمس ما خليه يوقف. فظليت ألح على هذا الولد، قلت له ليش رجعتني؟ مو دا يخابروني جماعته ودا يقولوا لي ابنك راح للبيت مشي ما عنده كروه، ليش انت بالذات كل ما اريد اروح تلح عليه تقول له عمو دوره؟ نريد ندخل للثلاجه للطب العدلي ما نقدر، طلقات نارية. تدري أنا قلب والد بعد قلت سأنا طلق أنا موت إذا أبني ميت أنا موت يا. ركضت من ركضت طبعا حتى منعنا الضابط قال لي على مسؤوليتي، قلت له على مسؤوليتي. ركضت للثلاجة من باب الطوارئ للثلاجة، وصلت للثلاجة لقيت الكل يدري، فلان ليش ما قلت لي يدير وجهه ويبكي، فلان ليش ما قلت لي يدير وجهه ويبكي. من فتحت باب الثلاجة لقيت
أعز وردة بحياتي. لقيت كل حياتي. لقيت كل روحي. ميت. ضربي طلقة في قلبه. وطلقة بس في البطن. تدري أنا أبو بهذا الموقف. استفسرت. قالوا رايحين يغلقون المنظمة مع البدر لأن ما يردون متطرفات ولا أحزاب يردون هنا هالأوكار الفاسدة. أنا والدة الشهيد حسين علامل. أنا حسين كان نايم بالبيت. أنا طلعت أدا أنظف على مود أجهز العرس مال بنتي. نعدي بالبيت ورتب. فحسين قاعد من النوم جاني من الجيران. قال لي ما تردين شيء؟ قلت له لا. قلت له أنت وين رايح؟ قال لي أروح المظاهرات أنا وصديقي. قلت له أنت إيش عندك رايح؟ قال لي هسه شوف شكو ماكو شوي وراجع لك. راح سوينا العشاء عشينا جو اخواتي وابويا يمي قعدنا بالصاله دا ناكل رقي دا اضحك يعني احس رقيه زردومه فردو يعني تقول يعني ما ادري شنو بلعته. راسل ندق الموبايل على زوجي طلعت حماتي قالت له ابو حسين ابنك مصوب ويا ما قالت ابنك مصوب قلت له لا انا ابنك مات استشهد بعد ما اعرف يعني حيل ارتبكت بالبيت ما اعرف شو ارد البس شو اسوي خليت طلعت بالشارع ما بدون يعني فاخذه كل شيء قلت لهم ابني استشهد اريد اروح اشوفه اخر لحظه رحنا ودوني المستشفى حوالي ليل 12 بالليل يعني بس واحد يمين مصر هم الجماعة يمين مجندة هناك صار رمي حيل يعني طلق حيل أريد أروح ما حد يخليني أروح جانا أبويا قال لي حسين كل شيء ما أبي قال لي حسين كل شيء ما أبي يمشي خلوا أروح البيت قلت أبويا لا والله ما أبي حسين استشهد عليك العباس بروح أمك بس خلي أشوف حسين أدري بيستشهد بس خلي أشوفه هاي آخر شيء بس خلي أشوفه وأشبك وأبوسه ما قبل أبوي قل رجعني وين فرني فرني عن مجمدة من فرني عن مجمدة سيارة هي وتمشي دبيت روحي من السيارة رأيت أركض كوشان الشرطة من وقعت رحت ابني ما ادري ما قدرت كل شيء ما ادري ابوس ابني اشوف الرمي والطلاق ولا هاي كل هالشيء هاي يعني ما ادري اشوف ابني نايم بعد الساديه بدي ما يشتري من ابني ما ادري ما قدرت كلش يعني بعد ما عندي حتى يعني حتى بعد ما عندي بعد قعدت تجيش صفني ما متوقع حسين استشهد لا أقول شيء لا حسين ما مستشهد ما أعرف حسين تقول مو ابني مو صديقي حسين قلبه طيب وفقير كيف خواته بخوه يحب الجيران العالم كلها تحب الحسين فأنا سوليها صعبة علينا كان هو اللي معيشنا هو كان ماشي البيت يعني مسؤولية صعبة أنا أبوه والله نحير هذا أبو مريض يوم يطلع يوم ما يطلع يوم يلقى شهور يوم ماكو يعني حرام والله حرام والله حرام قاعدين تجاوز كل شيء ماكو لا راتب لا بيت طفت صور بيتنا وشوفه أنا أتمنى فراد جهاز شعيشهم هو كان قبل معيشهم شي عايشهم هذول اربع بنات وثلاث ولد هو عمره 18 سنه كان حياته يعني شو اقول لك مريح
الشاقه قلبه طيب ويا الجيران، يعني الناس كلها تحبها منطقتنا، يعني من مستشفى سيان كلها يعني العالم كلها تألمت عليها. الحين تعبانه حالتنا، تجاوز البيت عيشه ماكو، راتب قطعوه، يعني نتذكره نقول له هو عايش جاهز يعني جاب لنا عيشه، لولا اخوته بن خواته يعني مراد ابونا ما عنده مرجع حتى يطلع من الشغل، يقول له حسين كان عايش جاهز هو طلع مكاني بالشغل واشتغل وجاب لنا عيشه. انا بالدقائق اتذكره حتى امي والله ابكي بسكوت عنه واقعد بالغرفه واقعد بسكوت انا وابكي لان ما يقبلون ابكي، يقولون عندك ضغط وضغطك يصعد وهاي. انا البارحه والله بالطبيب ثلاث وصفات، وصفتين جبت الوصفه بعد لحد الان ما عندي يعني امكانيه اجيبها. كان يتمنى يفتح سوبر ماركت كبيره، وقال اكمل واسوي بيت يلا اتزوج. احنا مشترينا الغرفه حاطيها الغرفه، وقلنا قلت له يما انا ما اقدر، اختك راح تتزوج وانا ما اقدر مريضه. بالنسبة لحسين عدام اللي هو شاب طفل عن عمره، طلع من أجل أنه يحصل على حقوق حال الناس اللي طلعت بالمظاهرة، وكلها الناس طلعت، الناس كبار وناس صغار، وهو من ضمنهم طلع أنه يريد حقوقه. الناس من طلعت هاي طلع أيمن يريد حقه. أما الناس اللي طلعت أصلا ما عندها سلاح، مجرد ايش طلع بطارق هدومه وملابسه طلع انه واقف ايده يشيلون الاحزاب يجمدوها لها الاحزاب. اصلا ماكو داعي لهذا الرمي، وقتلوا العالم قتلوها وشباب راحت وما لها كل 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 يعني كانت ليله ماساويه، يعني الله لا يعيدها على امه محمد. وراح يشهد، وحتى غرفته محضره ومنشنينها وغراضه كامله، ما ادري غرفته موجوده خطيه. شنو ذنبه السهر يعني قتلوه؟ شنو ذنبه اللي قتله؟ شنو على شنو قتله؟ من اجل شنو؟ من اجل ان يبقى الحزب ثابت وهو وهذا قتله؟ من اجل شنو؟ انت مسلم وهو هذا مهم مسلم، هذا اخوك هم مسلم، ما طلع لك هو بسلاح، اجل يداعب حقوقه. حال هاي الدول اللي متنعمه ومترفهه برواتب وسيارات وبيوت وشارع، وين ما يروح هو مترفه، لانه جميع الامور هي متوفره له بالحياه. ليش العراق هالشكل؟ واحنا اغنى دوله، اغنى دوله احنا العراق بالدول العربيه كلها حتى بالغربيه. يعني تسلب حقوقنا وتسلب اموالنا وينباع الوطن، وتجي ناس ما تعرفها تطب وتطلع وتخلص المده مالتها الاربع سنوات، والعراق كل شيء ماكو، من واحد الى واحد ماكو تغيير. حسين انا حكي نتصل على تليفونه ما يجاوب اول بدايه. اتصلت انا، اتصل ابوه، يعني طريق ما اسوق انا طريق كله ادق عليه ما يجاوبني. فوصلنا هناك لقينا اكو شهداء واقعين بيا او جرحى جايبيهم ضاربيهم. شنو الموضوع؟ يا حسين وين؟ ولد حسين وين اوصافه؟ ما حد يعرفه. لقينا جماعتنا هناك هم مات ولد من السوق. فسألناهم قالوا لا حسين ما بي شيء. وين حسين؟ ما يحجون. ويايا ابويا يا امه وابويا اني والدي. فالمستشفى قلبناها قلب ما لقينا اثر لحسين. هالاثناء افترينا على الطب العدلي، قالوا بس اكو واحد جوا بالطب العدلي ولد اسمه احمد. فاكو ولد اعرفه انا شرطي هو يعرف حسين. قلت له حسين انت مو تعرفه اوصافه وشكله وهاي؟ قال اي بس ما شفته اني، ما يريد يبلغنا يعني يخاف على مشاعرنا ما يريد يصدمنا. فطبيت انا بنفسي الثلاجه، فتحت الباب لقيت حسين نايم على السريه ميت، طلقه هنا بصدره وطلقه هنا باسفل ظهره بصفحه الكليه مالته. بعد اللي صار يعني ابوه انصدم، امه خطيه، والمنطقه اللي انا الولد جايين واقاربنا. يعني لو تعرف الوضعيه شلون وصلنا لل ثلاجه الموتى. طب العدلي ما تتوقع، مدنقين، ناس مبطوحة بالقاع، رمي عشوائي، قناص. وبالأضافة جو يعني داخل المستشفى جوه، حتى صارت اعتقالات داخل المستشفى جوه، وجو مسلحين وطلعوا. يعني قوة خذنا وقوة وصلنا يم الطب العدلي. ورا شوي هدت الأوضاع ورحنا وخذنا الولد.
الولد طفل شاب هو صغير بعده بعمر الولد، واحنا هسه تونا نريد نزوجه ومشتري له الغرفه ومرتبي له خطيه وفرحانين، يعني شنو الشاف هذا على متواجه انت برصاص صح له؟ لا اطلع انا بي كيسي ارميه، يعني هو طفل جايني شايل ورده بيده، اطلع له بتوثيه، اطلع له بصونده، ما اطلع له بي كيسي. الشهيد كان يعني حل، وجود حل لهاي البطاله، الشباب اللي قاعده اللي تتخرج وماكو تعيين، يعني الوضع للأسوأ. ماكو يعني شاب طوله وجده ما عنده 1000 دينار بجيبه، حتى الله ما يقبلها. ليش هيك سويتوا بيهم؟ ليش قتلتوهم بدون سبب؟ يعني ما طلع يطالب بحقه فقط لا اكثر، هو طلع يطالب بشارع، طلع يطالب بكهرباء، طلع يطالب براتب، طلع يطالب تعيين، انت ترده برصاصه؟ تهديدات اشكال جتي، اشكال على الفيسبوك والاهله لابو الامه، اشكال وصلت تهديدات. الوضع يعني بالعراق اشوفه انا الأسوأ، ماكو اي حل، الاحزاب دمرته. شاب بعمر الوردة شايل وردة وشايل علم تواجهه بقناص بقلبه. أنا أريد أسأل رئيس الوزراء هسه اللي إجانا مصطفى الكاظمي اللي توعد وقال رسالة طبعا من عندي أنا والد الشهيد، إذا أنت أب وعندك أبناء ووعدت وقلت أخذ بثار الشهداء والدماء غالية مثل ما توعدت وانطيت كلام لا تخلف بالوعد، شوف ابنك باوع لمن يمشي وباوع طوله، وتذكر كلامي أنا أبو وابني راح. رسالة من عندي أنا والد الشهيد.